السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وفي صحه جيده. والناس اللي كتشوفني لاول مره ما تنساوش دعموني بلايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد ان شاء الله. الفيديو اليوم غادي نتعلموا فيه كيفاش نصاوبوا او كيفاش نحضروا ساندويتش برجر في المنزل ويجي في حال ديال المطاعم. بقاو معايا باش تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. باش نصاوب جوج خبزات ديال البرجر غادي نحتاج البيضه ونصف كاس الحليب والدقيق حسب الخليط وملح وسكر وملعقه صغيره الخميره. غادي نوضع الحليب ديالي في اناء ونضيف عليه الخميره ونحرك مزيان حتى تطلق الخميرة ديالي مزيان. نضيف عليه بيضة وغادي نضيف الملح والسكر حسب الخليط ونستمر في التحريك. ودابا غادي نبدا نضيف الدقيق ديالي شويه بشويه ونزيد نضيف الدقيق وغادي نذوب واحد المعلقه ديال الزبده وغادي نضيفها كذلك. هاد الخبز كيجي رائع، كيجي هشيش بزاف. ودابا غادي نبدا نجمع العجين ديالي وغادي ندلكها مزيان. وغادي ناخد واحد الاناء ندير فيه نقيطة ديال الزيت وندهنو وغادي نوضع العجين ديالي وغادي نغلفو ببلاستيك غذائي ونخلي العجينة ديالي تخمر. من بعد ما خمرات العجين ديالي وتضاعف الحجم ديالها غادي ندير شويه ديال الدقيق ونوضع العجين ديالي
ونبدأ اللويه بهذا الشكل. ونقسمها على زوج. ونكور الخبز ديالي بهذا الشكل. وغادي نكون موجد واحد الصحن دير فيه انقطع ديال الزيت وقليل من الدقيق. وغادي نوضعهم فيه. وغادي نخلي العجين ديالي ترتاح. وغادي نغلفها ببلاستيك غذائي. ونخليها ترتاح. من بعد ما ارتاحت العجين ديالي غادي ناخذ كاس فيه صفار البيض والقليل من الحليب ونبقى ندهنهم بهذا الشكل. وغادي نكون داير الفران ديالي كيسخن. من بعد ما دهنت الخبز ديالي غادي نوضع عليه شويه ديال الشوفان، او يمكن لكم تزينوه باش ما بغيتو، بالزنجلان او حبه سوداء. غادي نوضع الخبز ديالي في الفران. ومن بعد ما وجد الخبز ديالي تكون هذه هي النتيجه. كيجي لذيذ بزاف وكيجي رائع الشكل ديالو. خليته حتى يبرد عاد نخدم به. ودابا غادي نبدا في تشكيل الهمبرغر ديالي. وغادي نقطع الخبز ديالي من النصف. وغادي نوضعه في مقلة باش يتحمر. من بعد ما تحمر لي الخبز ديالي غادي ندير لاصوص. يمكن لكم ديروا لاصوص اللي بغيتو. انا درت هنا اللي واجد عندي مايونيز. وغادي نوضع القطع ديال البصل. ونضيف عليهم قطع ديال طماطم. ونضيف الخس. ودابا غادي نقلي الكفته ديالي والدجاج. بالنسبه للكفته الا ما بغيتوهاش يتقلص الحجم ديالها ديروا ليها شويه ديال الشابلور وبصل محكوك والثوم والقليل من البيض. وكنبدا نضغط على الكفته ديالي بهذا الشكل باش يدخلها الطياب.
فاش شفت الكفته ديالي طابت غادي ندافع عليها فرماج وغادي نبدا نحمر الدجاج ديالي مزيان ونضيف ليه كذلك حتى هو الفرماج. وغادي نغلق عليهم باش الفرماج ديالي يدوب. من بعد ما وجد ليا الكفته والدجاج غادي نستمر في التشكيل ديال البرجر ديالي. غادي نوضع الكفته فوق الخضار وكذلك الدجاج. وغادي ندهن الجهه العلويه من الخبز بالكيتشاب. هاد البرجر تيجي لذيذ، كنتمنى تجربوه. وهذا هو الشكل ديال البرجر ديالي. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم وما تبخلوش عليا بالدعم ديالكم. والى اللقاء، نشوفكم فيديو الجاي ان شاء الله.